وانتم بخير، أهنئكم أصدقائي بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية. أنا صديقتكم زينة ستكونون معي خلال أيام شهر رمضان المبارك في مسابقة ممتعة وشيقة بإذن الله تعالى. وسنبدأ بالسؤال الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. اذكروا لي يا أصدقائي ثلاث فضائل من فضائل شهر رمضان المبارك ذكرت في الحديث الذي استمعتم إليه قبل قليل. إلى اللقاء. للمشاركة معنا في المسابقة ما عليك سوى إرسال الإجابة على الأرقام التي تظهر يسار الشاشة مع كتابة الاسم والرقم والإجابة.